صباح الخير يا مدام انتصار، نورت القناة. طبعا لازم تنور بيا. صباح الخير يا مدام انتصار. صباح النور. كتر الصباح يقل المصلحة. ها؟ بعد اذنك يا هاني. اتفضل. صباح الخير. اها. ايه ده؟ صباح الخير استاذ انتصار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. لوك 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 لوك. ها ايه الاخبار؟ اتفضل. سماح وابراهيم جم؟ ايوه يا فندم. ابعتيهم لي بسرعه. يلا. مكتب وزير الاعلام اتصل بحضرتك وبلغني ان وزاره الاعلام هتكرم حضرتك في عيد الاعلاميين. بركه انهم افتكروا. اهو على الاقل اتكرم انا بدل ما الورثه اللي ياخدوا التكريم. ربنا يديك الصحه يا فندم. مدام شهيرة الحديد اتصلت بحضرتك وبتبلغ حضرتك بندوة نادي أستريتش النهاردة الساعة 9. تاني؟ ما هي بعتت لي مسج وقالت لي خلاص أنا عرفت الناس دي إيه. دو 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 دو. أنا مش فاضية للكلام الفاضي ده. أنا غلطانة أصلاً إن أنا قبلت رياسة النادي. قدها وقدود يا فندم. يلا مع السلامة. صباح الخير يا مدام انتصار. صباح الخير. هو انت عارف كام صباح لغايه دلوقتي برد عليه؟ احنا لو كنا اشتغلنا على قد الصباحات اللي احنا بنصبحها على بعض كنا بقينا دوله عظيمه. اتفضل. ازيك يا مدام انتصار؟ ما قلت صباح الخير اهو. اقعدي على طول يا ماما بلاش لوك 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 لوك. ها عملتوا ايه؟ عملنا تقرير عن سرقه البنك ما حصلش، لقاءات مع الموظفين، مع المصابين، مع مدير البنك، مع اهالي افراد الامن اللي ماتوا، مع افراد الامن اللي ماتوا. انا في واحد عملت معاه لقاء وهو بيحتضر. انا بموت في اللقاءات الميته دي. طب وبالنسبه للجناه؟ الجناه هيكون مين؟ هي نبويه تمساح وش تاني. هو ايه حكايه الست نبويه تمساح دي؟ والله يا فندم الست دي بقت جرايمها متنوعه. دول كمان لسه الشهر اللي فات يوم ماتش مصر ودرمستان لما خلوا الجمهور يقتحم الملعب واحنا اللي غالبين، وفي الاخر طلعوا بيلهوا البوليس علشان خاطر يدخلوا المقنعين ويخطفوا سفير درمستان. بس الغريبه ان هم افرجوا عن السفير بعدها بيومين ثلاث ايام ومن غير اي مشاكل. كان ممكن عايزين يعملوا بلبله وخلاص. لا طبعا لا، ده دي رساله، دي رساله من نبويه تمساح انها تقدر تخطف اي حد وفي اي وقت. والغرض من ده ايه؟ بتخوف الحكومه طبعا عشان ما تخليهمش يدوروا عليها. ممكن، بس ما حدش عارف مين هي نبويه تمساح ولا حد عارف شكلها ايه بالظبط. لا هو ممكن اصلا ما فيش حاجه اسمها نبويه تمساح. وممكن تكون راجل. ممكن تبقى راجل. المهم انا عايزاكم تعملوا تقرير مهم جدا. بص الحلقه اللي بيبقى فيها نبويه تمساح بتبقى سخنه جدا. التقرير كمان اللي عملناه النهارده هيعجب حضرتك قوي. احنا بعتناه وحده المونتاج وهيكون عند سعادتك بعد ساعه. ماشي. المهم انكم توروهوني بسرعه، لازم اشوفه بنفسي عشان نشيل منه جزء نحطه في النشره النهارده والجزء الثاني يتعرض في الحلقه بتاعتي بتاعت يوم الجمعه. انا عايزاكم تقطعوا قلب الناس، تعملوا حوارات مع المصابين مع اهاليهم. انا عايز الشعب ده يقعد يعيط ويكتئب ويعيط ويكتئب. انا عايزه انحر قلب الناس النهارده. ليه؟ علشان مصانع المناديل الورقيه تشتغل يا ابني. ما هم لما يشتغلوا احنا نكسب نعمل اعلان. انت لسه بدري عليك. الله يا استاذ انتصار الله. انا عايزاكم بقى تنقوا اغنيه حزينه كئيبه من الاغاني اللي احنا طرشنا منها الفتره اللي فاتت. ها بس ما تاخدوش اغنيه ما شربتش من نيلها جربت تغني لها، على بال ما تتعرض الحلقه هيكون النيل نشف. يلا انصرفوا. وبعدين بتتفرجوا على ايه حبيبي؟ رد على الموبايل ما دام حاجه مهمه كده. رد يا بابا. لا لا ده حد صاحبي ما ينفعش ارد على حد وانا قدام حضرتك اصلا. مؤدب محترم. خليك. طب انا هرد بس عشان تليفون مهم معلش. قليل الادب. واطي. اي اوامر يا فندم؟ لا يا ستي يلا بسرعه التقرير عشان الحق اشوفه. تجيبه لي على طول. ايه يا حبيبتي؟ ايه معلش ما كنتش عارف ارد على كنتش عارف ارد عليكي بس عشان كنت مع مامتك جوه. لا لا ما تلاقيش ما لاحظتش اي حاجه. انت عامله ايه؟ وحشتيني. مش معقول يا أمانة حكاية إنك كل يوم تيجي بالمدرسة بالبوكس. أعملي بس يا بنتي حكم القوي. طب ما تقولي لمامتك عدى عليكي أنا وأخويا الصبح ناخدك في طريقنا. الله عليكي بقى أنت عايزة ماما توافق إني أركب مع راجل غريب؟
ده انت عايزاها بقى تخلص عليا خالص. راجل غريب ده ايه ده؟ بقول لك اخويا وانا معاكم. اصل انت ما تعرفيش ماما كويس. لا ده بصراحه يا امانه والدتك دي صعبه قوي. امال انت فاكره ايه يا بنتي؟ دي ماموره سجن القناطر. عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا يستر. يا رب. صباح الفل يا بشمهندسة. في الباب. صباح الخير يا مشمهندسة. صباح النور، ايه الاخبار؟ الحمد لله. واخبار المنحل ايه؟ زي الفل، احسن عسل فيك يا بر مصر، عسل النور. طب انا هغير والبس البدلة بتاعتي واجي. اتفضلي يا مشمهندسة. على فكرة حسنين ابن العمدة سأل على حضرتك. وده عايز ايه ده؟ كان جايب لحضرتك زيارة كده. طب لو جه تاني قول له ان انا مش موجودة. تحت امرك يا مشمهندسة. بقول لك ايه يا شهيرة، الندوة دي بان عليها اقبال كبير قوي كده ليه؟ ايوه، ما انا عملت عنها خبر في الجرايد. خبر في الجرايد؟ انا ما قريتش حاجة. ما هي نار، تعالي. ما هي نار بنتي. ايه ده؟ بجد؟ الله. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوة دي؟ كبرت وبقت قمر. معقولة السنين مرت بسرعة دي؟ ميرسي يا طنط، انا السنة دي لسه مخلصة من AUC. AUC كمان، ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي حبيبتي، تفضلي. تفضلي يا حبيبتي. اخس عليك يا شيرين، انا زعلانه منك. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ ازاي يكون عندك بنت حلوه زي القمر كده وتخبيها عني؟ مش فاهمه. يا سلام، وانتي مش عارفه ان انا عندي الواد القمر اللي اسمه عمرو، ودلوقتي بقى ايه، بقى مرشد سياحي. ربنا يخليه لك يا انتصار، ده انا اتمنى ناسبك. خلاص سيب الموضوع ده عليا وانا هظبطه بمعرفتي. طب يلا بقى نبدا الندوه. يلا. اوه، على ما تجيب لنا الشاي يكون الشاي برد. لا انا خلصت خلاص اهو. طبعا يا ماما من غير سكر. اه طبعا، بس انا حطيت لك معلقتين. اه منك. اه بس معقوله يا ماما هتجيب لنا واحده رد سجون تقعد معانا في البيت؟ دي سمحة، دي من نظافتها سموها في السجن سمحة شامبو. الزنزانة بتاعتها تحبوا تقعدوا فيها من نظافتها. بعدين دي معايا بقالها 15 سنة، أنا ضمنها برقبتي. يا ماما يا حبيبتي، إحنا نقصد يعني إن إحنا عايزين شغالة تكون واجهة للبيت، تكون هندية أندونيسية حبشية، إيه المشكلة؟ إيه عقدة الخواجة دي؟ الله، وبعدين سمحة دي مش مصرية، خالها ساكن في مغاغة. إيه؟ مغاغة؟ خلاص يا ماما هات لنا واحده مصريه بس تكون محترفه واشتغلت في بيوت كتيره قبل كده وعندها خبره. احتراف ايه يا بنتي؟ دلوقتي الاعتماد على الناشئين. سمحه دي هتشتغل باك ليفت بتاع الشغالين بعد شويه. طيب بالمناسبه بقى ان احنا متجمعين كده كلنا، كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه. قولي، انا هعمل نفسي مش واخده بالي. قولي قولي. لا والله يا ماما بجد، كنت عايزة يعني حضرتك تسمحي لنا وأمانة إن شرف تاخدنا في طريقها توصلنا بالعربية وإحنا رايحين الشغل. نعم نعم. طب شرف طريقها زراعي، قصدي يعني بتاخد الطريق الزراعي عشان المزرعة بتاعتنا، وإنتي في المعادي تروحوا مع بعض إزاي؟ قولي لي بقى تمشوا إزاي كده والطريق عامل كده؟ أصل يا ماما زمايلنا كل يوم في الشغل بيتريقوا علينا وإحنا نازلين من البوكس. ماله البوكس؟ توك توك؟ ده البوكس الصندوق بتاعه واسع وهوا هوا، ده أنا بحب أنام فيه والله. الله، باب بيخبط. شرف شوفي مين، شوفي مين. هتلاقيها سمحة، يا رب تكون جاية في ميعادها. اما نشوف يا ماما سمحة بتاعتك دي. تعالي. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا ماما. قوم عاملوها كويس. اتفضلي. ايوه
اهلا يا سمحه اتفضلي. عاملوها زي اختكم بالظبط. يلا. اهلا اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ على مهلكوا ايه ايه يا سمحة على فيلك عليا. تعيشي تعيشي تعيشي. سمحة الشواف بناتي بناتي حبيبتي. بسم الله ما شاء الله امارات زي حضرتك. يا رب يخليك يا سمحة. ايه الجمال ده؟ اتفضلي يا سمحة اتفضلي. عايزاكي بقى تعرفيها على اوضتها. هي شرف. حاضر يا ماما. وعرفيها على المطبخ كمان. اتفضلي اتفضلي. سامحة ما وصكيش. عايزة البيت يتضايق من نظافة. عينيا يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ مات. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ستنا؟ زنزانة في البيت؟ اتخضت مش دي زنزانة خاصة قد كده، مش زي الزنزانة بتاعتنا دي، مخصوصة لشوية عيال كده اللي عندنا الصغيرين دول. ما تخافيش ما تخافيش. اتفضلي اتفضلي. تعالي انا فاهم ماما. الزنزانة هي دي سمحة يا ماما؟ مالها سمحة؟ شكلها غريب قوي يا عيال. هو بالشكل؟ شوفوا طريقتها، شوفوا شوفوا نظافتها. بس انتوا عاملوها زي اختكم بالظبط، ما وثقوش. يلا غيروا هدومكم عشان نطلع، يلا نتفسح في المول شويه ونجيب شويه حاجات. فعلا يا ماما انا ناقص لي حاجات قد كده. هجيب لك، وانت هجيب لك الموبايل اللي انت نفسك فيه. ربنا يخليك. تعيشي روحي. ربنا يخليكوا لي. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.